لربط ربطة العنق. باستخدام هذه الطريقة لا تحتاج لربطها على الرقبة، فقط تحتاج إلى سطح مستوي. نحتاج إلى سطح مستوي وربطة عنق. نفرد الربطة ونثنيها من الجزء الأخير، ثم نثني الجزء الأمامي بنفس الطريقة وبالجهة المعاكسة. نمسك الدائرة الصغيرة ونلفها، ندخل الدائرة الصغيرة في الدائرة الكبيرة، ندخل جزء الربطة الصغير من بينهما ونسحب بلطف.